السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو عمر من موقع جوالات حياتك. خلوني النهاردة أشرح وظيفة جديدة أو مهمة جديدة جوجل أضافتها لمصر وعدة دول أخرى، في منها الدول العربية وفي منها الدول العالمية، وهي إمكانية إن أنت تقدر إنك تدخل بيانات الفيزا بتاعتك علشان تقدر تشتري من جوجل بلاي البرامج أو الألعاب اللي أنت عايزها. زي ما احنا شايفين هنا ظهر قائمتين فرعيتين جديدتين اللي هي باي جيفت كارد وباي جوجل بلاي كريدت. باي جيفت كارد مع الأسف مش شغالة في أي دولة إلا الدول المتاح فيها بيع كروت جوجل بلاي فقط، علشان كده هو لما بضغط على القائمة ديت بيطلب مني إن أنا أبحث عن الريتيلر اللي بيبيع الكروت ديت، فدي مش شغالة، هي ظهرت فقط ولكن مش شغالة. ولكن باي جوجل بلاي كريدت ديت اللي انا اقدر عن طريقها اشتري كريدت من جوجل بلاي بالمبلغ اللي انا عايزه ويتخصم من الفيزا بتاعتي. على سبيل المثال لو انا حابب ان انا اشتري مبلغ 5 دولار او جوجل بلاي كريدت ب5 دولار، هلاحظ ان الفيزا بتاعتي ظهرت رقمها وادي المبلغ 5 دولار، وبضغط على باي علشان اقدر اشتري وبيتم الخصم من حساب الفيزا بتاعتي. طيب ازاي اقدر ان انا ادخل بيانات الفيزا بتاعتي، وهل هينفع ان انا ادخلها بالعنوان المصري ولا لا؟ هينفع، لان جوجل فتحت الامر دوت خلاص للبلد اللي انت فيها. لو ما كانش البرامج بتظهر عندك على الجوجل بلاي بالعمله المحليه يبقى انت مش هتقدر ان انت لسه تقوم بالخطوات ديت. الخطوات دي هيتم تفعيلها فقط للناس اللي تقدر انها تشتري من جوجل بلاي بالعمله المحليه. اول حاجة هنعملها علشان نقدر ان احنا ندخل البيانات بتاعت الفيزا بتاعتنا، هنروح على google.com/wallet علشان نقوم بتفعيل حساب محفظة جوجل او نقوم بادخال البيانات الخاصة بالفيزا على محفظة جوجل. هنعمل sign in، بعد كده في الشروط الخاصة بالخدمة هقراها طبعا كويس جدا، وبعد كده هضغط على accept and continue. هنا مفيش اي ترانزاكشن حصل لان ده ايميل جديد خاص بيا، انا ما استخدمتش فيه اي حاجة ولا اشتريت عن طريقه اي برامج. هضغط بعد كده على payment method علشان اقوم بادخال الكريدت كارد بتاعي. هضغط على Add a Credit or Debit Card، وبعد كده هو زي ما احنا ملاحظين هنلاقي United States of America، ده العنوان الافتراضي او البلد الافتراضية الخاصة بيها. الناس اللي مفعلة الماركت الامريكي او الناس اللي ضافت فيزا امريكية او في جزء معين كده هو تفعل حسابه الامريكي، مش هيلاقي البيلينج ادرس ديت فيها اي خيارات، هيلاقيها فقط الولايات المتحدة الأمريكية بدون أي اختيار لأي دولة أخرى. لكن اللي لسه أول مرة يخش على حساب جوجل وولت هيلاقي إن في خيارات إن هو يقدر إن هو يختار أي عنوان آخر. فلأن أنا على الحساب دوت لم أقوم بتفعيل الماركت الأمريكي ففي عندي إمكانية إن أنا أختار البلد، فأنا هختار البلد مصر، وبعد كده هكتب البيانات بتاعتي. وبختار المدينة اللي هي كايرو طبعا، وبختار البوستال كود، وبعد كده بختار الكود بتاع الدولة وبكتب رقم الموبايل بتاعي. وما بنساش في الاول طبعا بكتب رقم الفيزا. خلاص انا اتاكدت ان العنوان اللي انا كتبته مظبوط ورقم الموبايل بتاعي صحيح. وخلوا بالكم ان البيانات ديت مش مهمه قوي انها تكون سليمه، لان كده كده انت هتشتري فقط عن طريق المتجر البرامج الخاصه بجوجل بلاي او الالعاب، فما فيش اي اهميه للبيلينج ادرس. ولكن خلونا احنا بنضيفه كده كده
فرصة إن مفتوح دلوقتي، ما نعرفش بكرة إيه اللي ممكن يحصل. الأهم من كل دوت إن أنت تضيف بقى الكريدت كارد بتاعك والبيانات بتاعتها بطريقة مظبوطة. فخليني هضغط الأرقام بتاعة الكريدت كارد. وبعد كده الـ expiration date اللي هو تاريخ انتهاء البطاقة. وبعد كده الـ security code. خلاص أنا أكملت البيانات، بنزل تحت وبضغط على save. دلوقتي تم حفظ العنوان بتاعي والفيزا كارد بتاعتي، وأصبحت هي بشكل افتراضي هي الفيزا الافتراضية اللي أنا هقدر عن طريقها أتعامل. بكده تقدر تشتري أي برنامج من على جوجل بلاي زي ما أنت عايز عن طريق الفيزا بتاعتك. خلونا نجرب نروح على جوجل بلاي علشان نشوف هنقدر نشتري البرامج ولا لأ. خلونا نختار أي برنامج مدفوع. مش عارف ايه اللي ممكن يكون. زي ما احنا شايفين هنا دي قائمة بالبرامج المدفوعة. هنلاحظ هنا التوب بيد ان بيزنس، البرامج مسعرة بالجنيه المصري زي ما احنا قلنا. البرنامج ده مثلا ب7 جنيه، هو ده معمول عليه خصم. البرنامج ده رائع، خلونا نجرب نشوف ازاي نقدر نشتريه. هنا هو بيقول لي يو هاف you don't have any devices، لان انا الايميل دوت انا مش مستخدمه على اي جهاز، فهو عامل رساله تحذير. انا مش عارف هل هينفع ان انا اشتري بدون اجهزه، خلونا نجرب. اوكي يبقى هو مش هينفع ان انا اشتري البرنامج عن طريق اي جهاز. خلوني طيب ارجع لحسابي بقى الرئيسي. انا اوريكم هنا الطريقه اللي عن طريقها اقدر ان انا ادخل الحساب بتاعي، لكن هنا مش هقدر اشتري لان انا مش حاطط الحساب بتاعي دوت على اي فيزا اخرى. فده حسابي الرئيسي اللي انا بستخدمه. خلوني مثلا اجرب اشتري البرنامج دوت، برضو نفس الفيزا ونفس البيانات ونفس العنوان وكل حاجة. انا هختار باي. هنا بيظهر تشوز ديفايس، الجهاز اللي انا هيتم تثبيت البرنامج عليه، وبعد كده بضغط كونتينيو. بعد كده هختار الباي ميثود. زي ما احنا شايفين الفيزا بتاعتي اهيت، والسعر بالدولار. ليه هنا السعر بالدولار والحساب التاني السعر بالمصري؟ لان الحساب الرسمي بتاعي او الرئيسي انا مفعل فيه الماركت الامريكي، اللي هو معتبر ان انا في امريكا مش في مصر. فخلاص السعر لازال بيظهر عندي بالدولار مش بالمصري، لكن في الحساب الاولاني السعر بيظهر بالعملة الرسمية علشان ده الحساب المصري. دي كانت طريقة سريعة وشرح بسيط لكيفية إضافة الفيزا الخاصة بيك على حسابك على جوجل بلاي علشان تقدر تشتري من حسابك على الفيزا أي برنامج أو لعبة أنت عايزها على جوجل بلاي. بشكركم ونلتقي في شرحات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.